أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. تعلمون أيها الإخوان أن الآن معنا من الطرائق طريقة أصحاب اليمين، طريقة سماها الإمام الحداد طريقة أهل أصحاب اليمين. أما مسائل الاجتهادات السابقين بعباداتهم وما يعني روي عنهم من قيام الليل وصيام النهار ومن مجاهدات عظيمة ومن استسلام كامل ومن أمور كثيرة أظنها في زماننا هذا قل أن توجد في آخر الزمان، وإن كان فضل الله واسع. بل قال الإمام الحداد رضي الله عنه لما جاءه واحد وأراد التحكيم أن يحكمه وأن يعمل معه ما عمل الشيوخ السابقين مع المريدين الصادقين، كأن الإمام الحداد يقوله إن الأولى بنا في هذا الوقت أن نسلك طريقة أصحاب اليمين، وإذا سلكنا طريقة أصحاب اليمين كنا مع السابقين إن شاء الله. لأن في زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا، والسابقون من ترك فيه عشر ما يعمل هلك. إذا علمنا شيء وعملنا بالعشر منه نجونا، كما قال صاحب الزبد: فاعمل ولو بالعشر قد ذكاتي تخرج بنور العلم من ظلماتي. فالطريقة أصحاب اليمين أن تعمل بما فرضه الله عليك بما استطعت من صلاة ونوافل وفعل الخيرات وحضور مجالس الصالحين والاهتمام بهم والسعي في دنياك. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا كل على قدر كسبه والله سريع الحساب. من جانا كسبه زايد في الدنيا حصل نصيبه من الدنيا وخسر نصيبه من الآخرة، ومن كان نصيبه عمله في الآخرة أكثر كان كذلك. ونحن الآن عسى الله أن يلهمنا أن نعمل بطريقة أصحاب اليمين في هذا الزمان المبارك، ونعمل بما استطعنا من العبادات ومن السنن القريبة، وهي كلها تكاليف خفيفة وفي أوقات مناسبة. إذا عملنا بها رجونا الله أن يلحقنا بمن تقدم إن شاء الله من السابقين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة.